حتى لو مش عمك هتقابله برضه، هتقابله في الشارع، في الشغل، في المصلحة، هتقابله يعني هتقابله. فما ينفعش اقطع بيني وبين البشر، لان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ما ينفعش يعيش لوحده، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. مين يا رب احسن واحد في كل الناس دي؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هتكون التقوى ازاي من غير بيني وبين الناس كويس؟ لا يمكن. معانا تليفون استاذه فاتن. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت عايز اسال الشيخ سؤال بس. اتفضلي. سلام. اتفضلي سؤالك يا استاذه فاتن. سلام. لو سمحت يا شيخ، بس انا لي اخين اتنين ميتين، واحد في شهر واحد والتاني في شهر ثلاثة. بالله عليك بس عايزك تدعي لهم. تدعي لهم يا شيخ. الله يكرمك يا رب. الله يرحمهم يا رب بألف رحمة. ربنا يخليك. وشفت وفي منامي شفت حاجة ممكن أقول عليها؟ اتفضلي قولي. اتفضلي يا أستاذة فاتن. أنا شفت أخويا نايم في التربة في الكفن بتاعه وعمال بيتفزز، وأنا قاعدة قدامه ماسكة حتة لحمة حمراء في إيديا كده، وهو مضير وشي ومني اليمة التانية ومن هو شرادي يبص لي، وعمال يتفزز في قلب الكفن بتاعه وهو في قلب التربة. تمام خلاص. عندك اي سؤال تاني؟ لا ربنا يخليك. شكرا. طيب هو انا عامه يعني رقم واحد مش مفسر احلام، وانا ما بقولش بيها يعني، ما بعترفش باني حد يقول الكلام لافعاله، ولكن احنا بنقول ما دمت انا شفت حد في المنام انا افتكره بالدعاء والاستغفار. شفت اخويا، شفت ابويا، اتذكره يعني ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى جابه لي ليه او ورهوني ليه؟ عشان اتذكره. اتذكره بايه؟ الميت بنتذكره بالاعمال الطيبه، استغفر، اطلع صدقه، اترحم عليه، ادعي له. انما ان احنا نقول اصل هو عايز واصل هي عايزه واصل نقعد نعمل ده كلها حاجات. موضوع شوف القاعده، الاحلام لا تبنى عليها اي احكام. كويس. يعني انا ما ينفعش حد يحلم حلم او يشوف حاجه في المنام ونقعد نقول له لا اصل واحد واثنين وثلاثه ونقول له لا، نقول له ما دام شفت حد ميت ادعي له بالرحمه، ربنا يرحمه يا رب الف رحمه، استغفر له، تطلع صدقه على روحه، اي شيء ما دام ربنا خلاك تذكرته اعمل حاجه ترضي، اعمل حاجه تقربه من ربنا، اعمل حاجه تساعده عند ربنا سبحانه وتعالى، لانه خلاص لا حول له ولا قوه. بس ربنا يرحمه. نشوف الشيخ طريق توصل لحد فين؟ نرجع نكمل كلام. وصلتي لحد فين؟ بصي لو قلت المقادير بسرعه عشان ما قلناهاش. عندنا ثلاث معالق سكر. بالراحه بس عشان ننزلها على الشاشه. طيب اتفضلي. عندنا نص كيلو فراخ في الاول صدوره. طيب. وكوبايه من كوبايه ونص لكوبايتين رز بسمتي، ولو عايزاه اصفر تلونيه بكركم، لو عايزه لا يعني خليه ابيض. ممكن يبقى ابيض او اصفر زي ما انت عايزه. طيب. بقدونس ولوز للتزيين، ثلاث معالق سمنه ودبس سمنه. ثلاث معالق ايه؟ سمنه. بهار السمنه ده سمنه لا سمنه ايه؟ بهار كده مز بيزرعوه بالاردن وبلاد الشام وسوريا. هو موجود في مصر برضه. انت عندكم حاجه اردنيه؟ ايوه. لا بس هو مز وبيتحط على السلطات وعلى الفراخ. تمام. بس وعيش مقلي وعمل طب قليتي العيش ازاي؟ بالزيت، ممكن تقليه بالزيت او بتحطيه بالفرن. ده عيش عادي؟ العيش العادي؟ العادي اللي انت بتشتريه. العيش البلدي؟ بس ممكن العيش لا ممكن العيش الابيض. عشان يطلع رفيع يعني. العيش البلدي هيطلع اتخن. بس تحمريه وتحطي طبقاتك بقى. هنعمل بقى خلطه الزبادي والطحينه وسماء وبصل ورز وهكذا، وبعد شويه هوريكي بقى طريقه التقديم بقى. هي طبقات كده ورا بعض عشان تطلع فتت الفراخ بالزبادي. تمام. هنكمل كلامنا نرجع لك تاني. شوف اتكلمنا عن جزاء قطيعه الارحام. طيب احنا قلنا في بدايه الـ الكلام الايه اللي تخوف، ان انا لما ربنا